قولي ايه اللي شفته في هناك. بص حضرتك، احنا الصبح الساعة 10 بالظبط او 10 وربع قاعدين كده، سمعنا صوت انفجار. انا افتكر العمارة وقعت، وكل واحد كان يفتكر العمارة وقعت. طلعنا بنبص كده، جينا عفرة جامدة وتراب. روحنا لقينا، انا وانا ماشي لقيت دراع واحد مقطوع ومرمي ورجله الكلام ده. في ناس ما نعرفش، في ناس ماتت ولا ما، بس انا شفت ناس مصابين كتير. ما نعرفش في ناس ماتت ولا ما، بس انا شفت ناس مصابين كتير. لان حملنا مع الاسعاف شلنا تلاتة رجليهم مغطعة خالص. ماشي، بصينا الناحية دي لقينا المبنى مولع، والحتة الحيطة واقعة فيه، وعربيات مولعة. وبتقول لقيت فوق ايه؟ جيت هنا واحنا قاعدين، العمارة اللي جنب دي والعمارة اللي جنب دي، لقوا فوق طارت عربية دركسيون عربية وقطع غير. شوف دي حضرتك 12 دور ودي 12 دور. يعني العمارة دي 12 دور والعمارة دي 12 دور. ولقيت ايه تاني؟ طلعت